انتظرونا إن شاء الله عن حلقة عن الأهرام، وما بنتكلمش عن منطقة الأهرام، لمنطقة الأهرام منطقة واسعة وتحتاج إلى العديد من الحلقات. النهاردة بنتكلم فقط على الهرم الأكبر أو هرم خوفو، بنتناوله من حيث نظريات البناء، من حيث من بناه، وبنرد على الافتراءات اللي جات ضد المصريين وحاولوا يسحبوا البساط من تحت رجليهم ان هم ما بيبنوش. نتكلم على اعجاز الهرم، مساحته وارتفاعه واضلاعه وتكوينه من الداخل، واحدث النظريات العلمية الذي لم تكتشف حتى الآن داخل الهرم. الإعجاز، الهرم كله إعجاز، من القمة إلى القاع للمحيط للتكوينات اللي جوه. هل كان بيولد كهرباء، بيولد مجال مغناطيسي؟ كل الكلام ده ما لم يصل إليه العلم حتى الآن. بنتكلم في الحلقة عن الهرم الأكبر فقط، وهو يحتاج إلى حلقات عديدة، وبيحتل مجلدات. وأثره، وأخطر حاجة أثره، أثره في الطب، أثره في إزالة الصداع، في إزاي يحد الموس الحلاقة تاني، تحلق بيه 50 مرة، إزاي يحفظ اللحمة ما تخربش، إزاي يحفظ اللبن ويحوله لزبادي، إزاي يضيع، إزاي الأبحاث العلمية بيأثر على السرطان والأمراض، إزاي إعجاز هذا الهرم في بنائه ووجوده واحتماله للزلازل. والعجيبة الواحدة في السبعة البقية، مش لأنه أقدمهم، لا، هو أحسنهم وأعلاهم مكانة وأكثرهم إعجاز بشري إلى الآن مع القرن 21 اللي نقول وصلنا فيه إلى قمة العلم. لم نصل في الهرم إلى أول الدرج العلمي بتاع الهرم.